عايز اسالك بقى كابتن فاروق، التاثير الفني على ارضيه الملعب لمحرز مع الجزائر وساديو ماني مع السنغال؟ انا هتكلم على التاثير الفني والفرقه معاها الكوره. والفرقه معاها الكوره طبعا. التاثير الفني انا شايف بكره المباراه دي، يعني خلينا كابتن مدحت نتكلم عن بدايه المباراه ووظائف كل واحد فيهم. انا شايف الفرقتين معاهم اثنين نجمين كبار موجودين في كل فرقه، والاثنين بيلعبوا في مكان واحد، يعني كان ده بيلعب على الطرف الشمال فده بيلعب على الطرف اليمين، واحد ايمن واحد ايسر، الاثنين بيلعبوا في الاطراف. انا شايف نظام الجزائر يتفوق على نظام السنغال. نظام ليه؟ انت مش كل كره بتمسكها عايز تجيب هدف، انت بتتعامل مع ثلاث عناصر في وانت معاك الكوره، مع منافس، مع توقيت، ومع خطا. المنافس لو كان اقوى منك بيقفل لك، بيعمل لك مشاكل. التوقيت بتاعك انت هتنقل الهجمه بسرعه ولا هتاخد وقت في نقل الهجمه. الحاجه الثالثه انت هتبقى منتج بقى وانت بتستلم الكوره، وتقدر تستثمر الاخطاء بتاع المدافعين في عدم الرد او قفل الاطراف او غلق العمق. دي كلها بترجع للنواحي الفنيه. نعم. وهي الدراسات الفنيه بتبقى كده. يعني اول حاجه يقول لك الدراسه الحاجات الفنيه، اول ما بتقطع الكوره هتاخد منك كام ثانيه عشان تتنقل في ملعب المنافس، طب والمنافس هيرجع في كام ثانيه عشان يقفل لك الاماكن. دي اول حاجه في في دراسه اللي هي استلام الكوره او الكوره الثانيه ما بتيجي. نعم. تنزل. نعم. انا شايف ان فريق الجزائر اكثر هادي، يعني ما يكون واحد هادي بيعرف ياخد قرار، واحد متوتر وخايف عايز كل مشوار يخلص فيه بيبقى مستعجل ما يعرفش يخلص. فدي لصالح الجزائر. انا لو مسكت محرز ومسكت الناحيه الثانيه ماني انا شايف محرز منتج. ليه؟ عنده ثلاث حالات. احنا لو شفنا ده في الحاله، نمسك ضربات الجزاء، توتر بتاع ماني مأثر على الفرقه لدرجه ان في الضربه الثالثه ما رضاش يشوطها. لا هو قال لا خلاص ما رضاش يشوطها واثرت عليه، عشان هو قبل كده تسرع وهو اللي كان عامل ضرب الجزاء وقام خد الكوره وحطها، ضيع ضربتين. ما ينفعش انا ابقى عامل الحدث ويعني مثلا عملت الحادثه وانزل اعالج، لا ما ينفعش. ان انا عملت 90% من الهدف، اللي هيشوطه ده بيبقى اللي بيركز على زاويه مش هيزيد عن 10-20%، لكن الحدث ان انت تاخد ضربه جزاء. هو عمل الاثنين فما ينفعش. محرز عارف بقى، عايز اقول لك محرز عنده ميزه، عنده حته التصويب من اي مكان. ولو رجعنا يعني انا عشان بتفرج وانت كلنا بنتفرج، هنلاقي كل اهدافه واحد بيدوس على الكوره ويحط بطن رجله او صباعه الكبير او وش رجله، ممتع في الاداء. بعكس ماني بيروح بالكوره، عنده شراهه تهديفيه قوي، يعني السرعه يعني انا كنت بتكلم في الاول السرعه والقوه مع السنغال، لكن المهاره مع الجزائر.